طب خلوني بعد اذن حضراتكم يعني، وانا بتكلم بقى كده على السياحه، انا عندي 3 رحلات روسي منورين، اهلا اهلا وسهلا، منورين عندنا، وصلوا الى محافظه البحر الاحمر تحديدا على الغردقه في يوم واحد، ما شاء الله، اللهم زيد، اللهم بارك. معانا على التليفون سياده اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الاحمر اللي بحبه وبموت فيه بصراحه. سياده اللواء، ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا فندم. اهلا، ازاي صحه حضرتك يا سياده اللواء؟ ايه الاخبار؟ الساده المشاهدين، ربنا كله يبارك تمام؟ فيك يا فندم. بخير الحمد لله، ربنا يبارك. الموسم الصيفي بدا في البحر الاحمر؟ والله يا فندم احنا يعني يمكن انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا الموسم الرئيسي بتاعنا بالنسبه للاجانب بيبقى 6 و7 و8. الاجانب 6 و7 و8 عندنا؟ ده حر قوي. يعني هم بيفضلوا السياح او بيزيد يعني ان شاء الله باذن الله عدد السياح عندنا في 6 و7 و8. يمكن دوت عكس بقى السياحه الداخليه اللي هي بتبقى من اخواننا المصريين، طبعا بيفضلوا الوقت اللي هو ما بعد شهر 9 او 10، وحضرتك بقى نازل اللي هي الفتره اللي فيها الجو دافي شويه يعني. لكن دي الفتره اللي بيبقى البيك يعني او الهاي سيزون بتاع الاجانب يعني اللي موجود فيها. طيب حلو جدا. احنا دلوقتي يا فندم هل نقدر نقيس نسب الاشغال في الاوتيلات بتاعتنا في المحافظه بشكل عام وفي الغردقه بشكل خاص؟ شوف هقول لحضرتك حاجه يا استاذ يوسف، انا مش هقول نسب يعني، ولكن انا هقول لحضرتك حاجه، الحمد لله الوضع الحالي اللي احنا فيه اكثر بكتير قوي ما كنا نتوقع. يعني الحمد لله، واحنا في نسب معقوله جدا، ونسب مقارنة بنفس التوقيت دوت السنة اللي فاتت احنا اعلى من السنة اللي فاتت. فالحمد لله الامور ماشية، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت احنا كان عندنا رحلة واحدة، او لما حصل طبعا الحرب ما بين اوكرانيا وما بين روسيا توقفت الرحلات تماما، وكان بيجي لنا عدد كويس يعني من اوكرانيا، وكان بيجي لنا عدد كبير الحقيقة، احنا كنا بنوصل لحوالي معدلات يمكن 20 رحلة في اليوم من موسكو. انقطعت الفترات اللي فاتت ديت، وبعدين بدات تعود بواقع رحله واحده، ثم زي ما حضرتك تفضلت وقلت النهارده بدانا 3 رحلات، وان شاء الله قابله يعني باذن الله خلال المرحله اللي جايه للزياده يعني. طيب ده شيء باذن الله رائع جدا. ده بالنسبه طبعا لروسيا، لكن الحمد لله المانيا شغاله كويس برضو، عندنا صربيا شغاله كويس، عندنا بولندا شغاله كويس، يعني عندنا يعني الحمد لله الامور ماشيه. يعني انا من محبي البحر الاحمر طبعا، بس انا احب بصراحه ان احنا ما نلاقيش موطئ لقدم في البحر الاحمر، خلي الناس الاجانب تيجي دولارات ويوروهات تهل علينا، ينورونا يا رب يا فندم، ينورونا. اشكرك جدا يا سياده المحافظ، كل الشكر لحضرتك، ربنا يوفقك دايما للي فيه الخير دايما، كل الشكر لسياده المحافظ محافظ البحر الاحمر.